أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من علامات الساعة الكبرى أن يأتي رجل يسمى بذا السوقتين أو بذي السوقتين؟ السويقتين. نعم، كذا يقول: بذي السويقتين يهدم الكعبة حجرا حجرا، أم أن هذا غير صحيح؟ وهل هي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟ هذا صحيح، وهذا من علامات الساعة، لكن ما يهدم إلا عند خراب الناس وفساد الناس. حتى القرآن يرفع، القرآن يرفع في آخر الزمان، تهدم الكعبة في آخر الزمان عند فساد الناس واستشراء الفساد في الناس، هذا في آخر الزمان وهو من علامات الساعة. وذي السويقتين هذا من الحبشة. نعم، فسيهدم هذا البيت ولا يعاد، كما أن القرآن يرفع في آخر الزمان. نعم.